أخي المواطن، باقتراب عيد الأضحى المبارك واستعدادك لنحر أضحيتك، ندعوك للمساهمة في تطوير صناعة الجلود والحرص على نظافة محيطك. شارك معنا في حملة جمع جلود أضاحي العيد عبر القيام بالخطوات التالية: قم بذبح أضحيتك في أقرب مذبح إليك أو في المكان المخصص لذلك. إذا كنت ستعتمد على نفسك في نحر أضحيتك، فاحرص على سلامة الجلد عند السلخ. تجنب تبليل أو غسل الجلد المنزوع من الأضحية بالماء، لأن ذلك سيسرع عملية التعفن. مباشرة بعد انتهائك من نحر أضحيتك، قم بوضع كيلوغرامين من الملح على المساحة اللينة لجلد أضحيتك. قم بوضع الجلد المملح في الأماكن المخصصة لجمع الجلود على مستوى الحي الذي تقيم فيه. أخي المواطن، نشكرك على تفاعلك ونتمنى لك عيداً مباركاً وكل عام وأنت بخير. في يوم عيدنا نبني صناعتنا وننقي محيطنا ونساهم في غد مشرق لأبنائنا.